البرلمان ينهي مناقشة موازنة العام الحالي والمالية النيابية، تؤكد أن تحديد سعر صرف الدولار وبرميل النفط من اختصاصات الحكومة. الأمم المتحدة تعين مسؤولة أممية لشؤون الانتخابات والسياسة في العراق، ونواب يتحدثون عن اجتماع حاسم للاتفاق على الموعد النهائي لعملية الاقتراع. وتتابعون في ملفاتنا أيضا، ترامب يقرر مغادرة البيت الأبيض صبيحة تنصيب بايدن وسط تحذيرات من احتجاجات مسلحة في عدة ولايات أمريكية. أهلا بكم. تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه جرح وزارة الداخلية في مقر الشرطة الاتحادية بتلبية جميع المطالب الخاصة بهم، وأكد الكاظمي وجود خلل كبير بتوفير الدعم لهذه الشريحة الكبيرة من الجرحى ممن لم يحصلوا على حقوقهم. وأشاد الكاظمي بدور أبطال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم ونالوا الشهادة، متعهدا بمتابعة قضايا الشرطة المصابين. ليش عندنا هالخلل في توفير الدعم لشريحة الجرحى المصابين؟ هل معقول أن هذا الشباب يقدمون عزم معتهم ويتعرضون للإعاقة، بعض الإعاقة الشاملة، والحكومة والدولة تبقى متفرجة؟ ليش هذا صار؟ وهاي الحالات ما عمرها شهر شهرين، عمرها بعضها فترات طويلة. فلأن هناك تقصير واضح من قبل الدولة، من قبل الحكومات، أقولها بكل صراحة. البعض راح يزعل علي، ليش انتقد حكومات سابقة؟ لا، انتقدها لأن الحكومة والدولة العلاقة بينها وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات. مثل ما يقدمون أبطالنا ويقومون بواجباتهم، عليهم حقوق أن يستحقوها غير منقوصة. اليوم إن شاء الله نعمل على تذليل كل العقبات والتحديات. الكاظمي وفي اللقاء ذاته أكد أن سبب تعقد ظروف البلد يعود إلى سوء الإدارة، مشيرا إلى الاستمرار بعقد اللقاءات مع جرح وزارة الداخلية لمتابعة حجم الإنجازات المتحققة. ظروف البلد صعبة، معقدة، وضع اقتصادي معقد، وارجع أقول التعقيد صنعته سوء الإدارة، مو وضع معقد، لا، عدم القدرة على الإدارة هي عقدة الأمور. احنا اليوم جينا نعالج كل هالمشاكل، السيدة وزيرة الإسكان موجودة، وزير الصحة موجود، كل الأشياء اللي تحتاجوها وحقوقكم سنعمل على تذليلها. نحتاج الصبر ونحتاج نحط آليات للتصحيح ونحط فريق عمل للمتابعة. أتمنى لكم كل التوفيق. هذا ليس راح يكون لقاء الأول والأخير، راح يكون لقاءات متعددة بين فترة فترة حتى نباوع حجم الإنجاز اللي حققناه خلال لقاءاتنا المستمرة. السيد مدير المكتب موجود، مطلوب منه يتابع ما نوصل إلى من توصيات، وكذلك الإخوان في الطبابة وزارة الداخلية يعطون تصوراتهم في معالجة الكثير من التحديات لغرض تذليلها. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن عملية مطاردة تجار المخدرات كانت بجهود أمنية واستخباراتية دقيقة استمرت نحو 30 يوما. وأكد اللواء رسول في استضافته في نشرة سابقة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 20 من كبار تجار المخدرات في العاصمة وعدد من المحافظات الأخرى. بعملية استباقية ونوعية استمرت بحدود 30 يوم، استطاع أبطالنا في مديرية الاستخبارات العسكرية وخصوصا خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وبالتنسيق أيضا المشترك مع كتيبة الاستطلاع التابعة لمديرية الاستخبارات من إلقاء القبض على 20 تاجر من تجار هذه المواد المخدرة في مدينة بغداد وأيضا مناطق أخرى خارج مدينة بغداد. تم إلقاء القبض على بحدود 6 كيلو غرام من مادة الكريستال، إضافة إلى بحدود أكثر من 14,000 حب مخدرة، إضافة إلى الأسلحة والرمانات اليدوية والأجهزة التي يروجون إلى بالتعاطي، الإضافة إلى العجلات بحدود 5 عجلات ودراجات نارية. هناك جهد استخباراتي لملاحقة أيضا عملية وصول هذه المواد المخدرة
من يعني كيفية وصولها إلى التجار الرئيسيين وأيضا إلى التجار الثانويين. في عملية استباقية كبيرة نجحت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بالإطاحة بإحدى أكبر العصابات المتخصصة بتجارة المخدرات في البلاد، وتتكون من 20 متهما، فيما تتواصل عمليات التحقيق بشكل سري لإلقاء القبض على بقية أفراد العصابة. كتيبة الاستطلاع الخاصة بالاستخبارات العسكرية تكشف نتائج عمليتها الاستباقية التي نفذت ضد أحد أكبر العصابات في البلاد. 20 متهما قبض عليهم بهذه العملية، وبحوزتهم أكثر من 6500 غرام من مادة الكريستال، وما يتجاوز 14,000 حبة مخدرة ومواد أخرى تستخدم لحقن المخدرات وبيعها. تفكيك أكبر شبكة إجرامية مختصة بتجارة المخدرات في العاصمة بغداد، والتي ترتبط بقيادات من عناصر إجرامية مطلوبة للقضاء العراقي، التي تعمل ضمن عصابات الجريمة المنظمة في تجارة الأسلحة والمواد المخدرة بأنواعها المختلفة، حيث تتنوع تلك المواد في تجارة الحبوب المخدرة، مادة الكريستال، المارجوانا والحشيش الأفغاني. العصابة تمتلك أسلحة متنوعة وعجلات ودراجات نارية لنقل المخدرات ومبالغ مالية لمزاولة أعمالها. الاستخبارات العسكرية لم تكشف عن هويات المتهمين لاستمرار التحقيقات، ووعدت بالقبض على بقية المجرمين. هذا ما وجه به السيد القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ مصطفى الكاظمي بضرورة متابعة وملاحقة تجار المخدرات وليس فقط المتعاطين. احنا نأكد على انه نضرب الرؤوس خاصة في عصابات الجريمة المنظمة، عصابات المخدرات. تم القاء القبض على 5 عجلات، الدراجات النارية 4 دراجات، الأسلحة 3 بندقية و4 مسدس و4 رمانة. من مهام وزارة الصحة يعني من ناحية العلاجية هو عملية إزالة السمية من الشخص المدمن، وهي عملية طبية معقدة تحتاج إلى مختصين في هذا المجال. وتؤكد كتيبة الاستطلاع الخاصة أنها حصلت على معلومات جديدة عن بقية المجرمين، وقد حددت الأهداف خارج العاصمة، وعملية متابعتها جارية حتى اللحظة، وسيعلن عن التفاصيل لاحقا، كون العصابة من أخطر عصابات الجريمة المنظمة. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية. جهد استخباري كبير تبذله وزارة الداخلية في مطاردة العصابات الإجرامية والتي أسفرت عن تفكيك أكثر من 4,000 جريمة خلال عام 2020، مما أسهم بانخفاض معدلات الجرائم الجنائية. وزارة الداخلية تؤكد كشف العديد من الجرائم الجنائية من قبل دوائر مكافحة الجريمة، وتشير إلى انخفاض ملحوظ بمستوى تنفيذ الجرائم في ظل إجراءات ومتابعة وخطط أمنية ناجحة تلاحق أهم العصابات الفاعلة وتلقي القبض على أبرز عناصرها. بذلت وزارة الداخلية من خلال وكالاتها المتعددة وخاصة وكالة شؤون الشرطة وأيضا الجهد الاستخباري جهد كبير في هذا الموضوع، أسفر عن الكشف على أغلب الجرائم التي ارتكبت خلال العام 2020، مما أسهم بانخفاض ملحوظ بالجريمة الجنائية. كشف أكثر وأغلب هذه الجرائم وبأوقات قياسية، يعني لا تتجاوز عمر اكتشاف الجريمة 72 ساعة. وتواصل مديريات وأقسام مكافحة الإجرام في بغداد تنفيذ عمليات ناجحة أسفرت عن القبض على أخطر العصابات الإجرامية وبوقت قياسي، مما أسهم في انخفاض مستوى الجريمة إلى مستوى متدني. اكتشاف الجريمة السريع ورد الفعل السريع، بالإضافة إلى هناك دوريات ليلية في كل مكان ودوريات مشتركة. أيضا لدينا ونحمد الله أنه اكتشاف الجريمة بأسرع وقت، وهذا يدل على ثقة المواطن بنا. كذلك نسبة الجريمة في بغداد الآن انخفضت أكثر من 40%. تم متابعة كافة الجرائم ولدينا إحصائيات في كشف 4 خيوط لترويج المخدرات في قاطع جرام أبو غريب، وكشف 3 جرائم قتل كانت غامضة وكانت خيوطها غامضة بشكل تام.
وأيضا كثير من جرائم السرقة تم الحد منها، وتقريبا شبه قضينا على كثير من حوادث السرقة ضمن قاطع أجرام وبغرب. أيضا تقريبا 4 خيوط لتجارة المخدرات والترويج، وأكثر من 100 حال سرقة مكتشف خلال هاي الفترة، خلال 3 أشهر اللي عبرت. وقد أكدت وزارة الداخلية مكافحتها وتفكيكها أكثر من 4000 جريمة خلال عام 2020، مشيرة إلى رفع مستوى متابعة الدوائر الأمنية وتشكيلاتها العاملة في بغداد والمحافظات لتحقيق الأمن والاستقرار. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. أنهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة ليرفع جلسته إلى إشعار آخر. وأكدت اللجنة المالية النيابية استلام 162 طلبا متعلقا بمشروع الموازنة، مشيرة إلى أن تحديد سعري برميل النفط وصرف الدولار في الموازنة من اختصاصات الحكومة، وأن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الإنفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي. اللجنة أكدت أيضا أخذها المقترحات المعروضة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار. من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد إلى بذل الجهود من قبل الكتل واللجان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير القانون، ودعا الحكومة لاتباع سياسة تقليل النفقات وتعضيد الإيرادات لتقليل العجز المالي فيها، فضلا عن حل المشكلات العالقة بين المركز والإقليم. مجلس النواب ينهي مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي على وقع 162 طلبا وملاحظة من النواب والكتل النيابية على مجمل فقرات الموازنة وموادها. وبحسب برلمانيين، فإن أغلب الملاحظات انصبت على ضرورة تخفيض حجم الإنفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص لتقليل العجز المالي في الموازنة. كثير من النواب عازمين على تقليل المبلغ الحالي الموجود في الموازنة، أو يكون هناك شفافية أو دراسة معينة بين مجلس النواب وبين الحكومة العراقية، أن تكون هناك موازنة شفافة، موازنة إيجابية، موازنة تخدم أبناء الشعب العراقي. يجب تقليل القروض، يجب أن تكون هناك الموازنة بها تصب في وجود استثمارات، واستثمارات زراعية، استثمارات صناعية. المقترحات الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين انحصرت بأربعة مقترحات قدمتها اللجنة المالية، وتتلخص إما بإلغائها كليا أو تقليل نسبة الاستقطاع، وسيعتمد أحدها بعد دراسة المقترحات كافة. الخيار الأول هو ما أتى من الحكومة والقبول به، تقريبا هذا مرفوض نوعا ما. الخيار الثاني الذهاب نحو تطبيق القانون الخاص بضريبة الدخل رقم 113، والخيار الثالث هو رفع سقف المبلغ الذي يبدأ منه الاستقطاع من 550 ألف مثلا إلى 1,000,000 أو 1,500,000، والخيار الرابع وهو إلغاء الاستقطاعات. هذا وطالب نواب عن المحافظات بالتوزيع العادل للإيرادات، ولا سيما مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية، فضلا عن مضاعفة المبالغ المخصصة لدعم البطاقة التموينية وصندوق إعمار المناطق المحررة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين إنجبيور سولارون نائبة جديدة لممثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. غوتيريش أعرب عن امتنانه لإلس والبول أثناء النائبة السابقة على جهودها الكبيرة التي بذلتها منذ عام 2017 لدور الأمم المتحدة في العراق، والتي تنتهي مهمتها نهاية شهر شباط المقبل. بين رغبة بعض الكتل السياسية بالتأجيل والتزام مفوضية الانتخابات بالموعد المحدد،
يترقب الشارع العراقي اجتماعا رفيعا يضم الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية لحسم موعد إجراء الانتخابات منتصف الأسبوع الحالي وفق ما تحدث نواب في البرلمان. الاجتماع الموسع الذي سيضم رؤساء الكتل والرئاسات الثلاث منتصف الأسبوع الحالي قد يقرر مصير الانتخابات النيابية إن كانت ستجرى في موعدها المحدد أو تؤجل إلى نهاية العام الجاري، وفق نواب يرون ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وإجراءها بأجواء أمنية وسياسية سليمة حتى لو اضطر ذلك إلى تأجيلها. هناك مشاكل فنية، هناك مشاكل لوجستية لحد الآن تعاني منها المفوضية. أعتقد يوم الاثنين هو يوم الحاسم لقضية أما معرفة أن نذهب بستة ستة أو نذهب بتاريخ آخر، هذا ما ستفضي إليه الجلسة اللي تمثل كل الكتل السياسية كذلك المفوضية وكذلك الحكومة. وكشف نواب في اللجنة القانونية النيابية عن عقبات تواجه التزام المفوضية بإجراء الانتخابات في موعدها، وفق مسؤولين في المفوضية أكدوا ذلك خلال اجتماع لهم بأعضاء اللجنة، منها إكمال البطاقة البيومترية لخمسة وعشرين مليون ناخب بالإضافة إلى انتخابات الخارج. قبل أيام كان هناك استضافة من قبلنا إلى مفوضية الانتخابات، كان السؤال حول عملية التحديث. لدينا 25 مليون ناخب عراقي، لحد الآن لم يتم تحديث سوى 14 مليون، أيضا 12 مليون في البطاقة البيومترية. التحديث متواضع، عملية الجانب الفني تحتاج إلى وقت. مثلا الخارج لحد الآن لم يكن هناك أي إجراءات في يتعلق بتصويت الخارج. وكانت مفوضية الانتخابات قد نفت ما أشيع من تقديمها طلبا لتأجيل موعد الانتخابات خلال الاجتماع مع الرئاسات الثلاث وممثلة الأمم المتحدة. وبين رغبة الكتل بتأجيل موعد الانتخابات وموقف المفوضية، ينتظر الكثيرون نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الكتل والأحزاب منتصف الأسبوع الحالي. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. مع قرب إجراء الانتخابات التشريعية يواصل مكتب مفوضية انتخابات كربلاء عملياته اللوجستية لإكمال جميع بطاقات الناخب الإلكترونية من خلال فرقه الجوال لتحديث سجلات الناخبين، والتي أنجز منها حتى الآن أكثر من 400 ألف بطاقة انتخابية. استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في حزيران المقبل، استنفرت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات مكتب كربلاء فرقها الجوالة لتحديث بطاقات الناخبين البيومترية التي أنجز منها 447 ألف بطاقة انتخابية. وصلت نسبة التحديث البيومتري ما يقارب 60%، وهي نسبة يعني نتمنى أنه من أهلنا بكربلاء أنه ترتفع هاي النسبة في الأيام المقبلة إن شاء الله، لأن ما بقى إلا القليل من تاريخ انتهاء فترة التحديث. الاستحقاقات المالية المفوضية تأخرت، المفوضية تمتلك من الكوادر والمهارات والإمكانيات القادرة على إجراء الانتخابات في موعدها. تقريبا أكثر من ثلث غير محدثين ويحتاج لهم إلى وقت وكذلك إلى جهد استثنائي لإتمام تحديث بيانات الناخبين المتبقي اللي هو بحدود يعني أكثر من 300 ألف ناخب. وشملت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات أكثر من 60 ألف ناخب من المواليد الجديدة في كربلاء لممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب العراقي، رغم قلة الدعم المالي الحكومي لإكمال الإجراءات الانتخابية. هاي خطوة وبوابة اعتبرها لتغيير الوضع نحو الأحسن من خلال تحديث البيانات ومن خلال المشاركة بالانتخابات. من الأفضل أنه يحدث، لأنه إلى مستقبله، مو مستقبلي أنه أنا وحدي، مستقبل بلد هذا. أنا كشاب اليوم مواليد 2003 قررت أحدث بطاقتي الانتخابية وأشارك بالانتخابات القادمة لتغيير مستقبل العراق. جيت هنا لفرق الجوالة، فرق الانتخابات، على مود أحدث البطاقة. 784 ألف ناخب سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة لانتخاب 11 مقعد لتمثيل محافظة كربلاء في قبة البرلمان، ما يتطلب جهدا ووقتا استثنائيا لتحديث بيانات الناخبين التي وصلت إلى 60%. من كربلاء المقدسة، حسن المحنة، العراقية الإخبارية.
أعلن مدير مكتب مفوضية انتخابات كربلاء علي عبد الأمير وجود 34 مركز تسجيل في جميع أنحاء المحافظة. عبد الأمير وخلال تضييفه في نشرة سابقة أوضح أن مكتب المفوضية يقوم بتسيير أكثر من 44 فرقة جوالة يومية، مشيرا إلى أن نسبة تحديث سجلات الناخبين وصلت إلى 60%. في مكتب كربلاء الانتخابي يوجد 34 مركز تسجيل. هاي 34 مركز تسجيل منتشرة على جميع أقضية ونواحي محافظة كربلاء. لدى محافظة كربلاء يوميا تسير أكثر من 44 فرقة جوالة تستهدف جميع مناطق كربلاء دون استثناء، منها المناطق النائية والمناطق ومراكز المدينة وغيرها. نسبة التحديث قاربت 60% من ناخبي محافظة كربلاء. بعد التصويت على قانون الانتخابات، وجد البرلمان نفسه أمام حاجة ملحة لإكمال قانون المحكمة الاتحادية والتمهيد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. يأتي ذلك وسط سجالات الكتل السياسية التي لم تحسم موقفها من تعديل القانون القديم أو تشريع قانون جديد. ما بين التشريع والتعديل، مسألة المحكمة الاتحادية لا تزال على طاولة النقاش بين الرئاسات تارة والمجلس النيابي تارة أخرى، خصوصا أن القانون إذا ما شرع فإنه بحاجة إلى حضور ثلثي المجلس النيابي، أما التعديل فإنه من الممكن أن يمرر بالأغلبية البسيطة. أنا أعتقد أنه القوى النيابية والقوى السياسية يعني ذهب باتجاهين، أما اتجاه تعديل القانون هو الأقرب والأسرع والأفضل في الوقت الحاضر المقدم من قبل رئاسة الجمهورية، أو الذهاب إلى تشريع قانون جديد مع بيان حقيقة أن القانون اكتمل بشكل مطلق، قراءة أولى عدة قراءات، الآن فقط يخضع للتصويت. بعض المواد المختلف عليها خصوصا فيما يتعلق بآلية تشكيل المحكمة الاتحادية، التصويت فيما يتعلق بخبراء القانون فقهاء الشريعة. وبعد تصويت البرلمان على قانون الانتخابات، بدت الحاجة ملحة بضرورة حسم مسألة نصاب المحكمة الاتحادية، كونها ترتبط بشكل مباشر بالعملية الانتخابية من حيث المصادقة على النتائج والطعون والشكاوى. بعد إقراء قانون الانتخابات وأيضا قانون تمويل الانتخابات، لم يتبقى إلا قضية المحكمة الاتحادية، كون أنه قضية المحكمة الاتحادية هي المسؤولة عن المصادقة على قانون نتائج الانتخابات من جهة، وأيضا النظر بدستورية هذا القانون، ووجودها أصبح ضرورة ملحة لإنجاز يعني المطالب الجماهيرية والمطالب الشعبية بإنجاز انتخابات مبكرة. وتبقى مسألة تشريع قانون المحكمة الاتحادية وبحسب خبراء القانون تأخذ أبعادا كثيرة قد تؤخر إتمامها، فالخيار الأمثل يذهب باتجاه تعديل قانون المحكمة الحالي الأمر 30 لعام 2005 بدلا من تشريع قانون جديد. من بغداد، سجى جاسم، العراقية الإخبارية. وفي الموقف الوبائي، تراجعت أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير خلال 24 ساعة الماضية. وزارة الصحة سجلت 3 حالات وفاة و596 إصابة بهذا الفيروس، في حين بلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء 2009 حالات. بعد انتشار شائعات تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، نفت وزارة الصحة هذه الأنباء جملة وتفصيلة، فيما دعت وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، كون مثل هذه الشائعات تبث الرعب في المجتمع. لم تدخر المؤسسات الصحية وجيشها الأبيض للآن جهدا في مواجهة كوفيد 19 المستجد، وطالما أكدت أن العامل النفسي يلعب دورا في العلاج، لذلك دعت إلى توخي الحذر في إطلاق إشاعات دخول السلالة الجديدة للبلاد. ندعو كل وسائل الإعلام، كل وسائل التواصل الاجتماعي أن تتخذ الحذر بإطلاق هكذا تصريحات، لأنها تؤدي إلى رعب المجتمع وتؤدي إلى خلق حقيقة مشاكل حقيقية بين الناس. اليوم احنا الحمد لله والشكر الحياة الطبيعية في العراق عادت، بالرغم من أننا دائما نحذر وندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، ولكن مثل هكذا معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة بالمجتمع. تعلمون اليوم أي معلومة غير دقيقة تبث إلى العامة ستثير الرعب
وستثير المخاوف وبغير محله. أي سلالة جديدة لا سمح الله في العراق الآن لها علامات، وأحد علامات السلالة الجديدة الخطرة هو ارتفاع معدل الإصابات والوفيات، هذا لم يحدث بالعراق. وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشاعت دخول السلالة الجديدة، الأمر الذي نفته دوائر صحية متعددة. احنا عندنا أعضاء بالفريق الإعلامي في كل المحافظات إن شاء الله، وسيتم إجراء اجتماع عن قريب لهم لتوحيد الخطاب الإعلامي الصحي. ولحد الآن لم تظهر لدينا حالات مسجلة بالرصد من السلالة الجديدة. ندوات ومؤتمرات تعقدها وزارة الصحة للتوعية على أهمية الوعي الصحي سواء لجائحة كورونا أو الأمراض الوبائية. من بغداد، منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. نفى مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي وجود أي إصابة بالسلالة الجديدة حتى الآن. الحلفي وفي نشرة سابقة أكد أن وزارة الصحة بصدد شراء أجهزة طبية متخصصة بهذه السلالة في الأسابيع المقبلة. لحد الآن لم نسجل مثل هذه الإصابات أو السلالة الجديدة، يعني حتى طبعا احنا الآن إمكانية أنه نفحص هذه السلالة لا غير موجودة، لكن إن شاء الله ستكون خلال عدة أسابيع، لأنه سنوفر هذه الأجهزة وتدريب الكوادر. احنا الحقيقة ربما، لكن لا توجد هناك مؤشرات ظهور سلالة في العراق. المؤشر المهم هو أنه يصير تغير بالمنح الوبائي، أنه يصير زيادة بالإصابات خلال فترة قصيرة، هاي تعطيك مؤشر أنه أكو شيء جديد حدث، إما تحور السلالة داخل العراق أو دخول سلالة جديدة. على خلفية ما جاء في تقرير قناة العراقية الإخبارية حول ملف السكراب، وزير الصناعة منهل العزيز أكد في تصريح للعراقية إيقاف عمليات نقل السكراب وتهريبه، مبينا وجود خطة للاستفادة من السكراب بصورة صحيحة لكي يكون داعما لمختلف القطاعات. استمرارية يعني نقله من مكان إلى مكان آخر بطريقة رسمية أو غير رسمية موجود ومستمر. إلى قبل فترة قصيرة صار اتفاق وبدعم كبير من دولة رئيس الوزراء لمحاولة إعادة تنظيم هذا الموضوع بشكل صحيح وشكل قانوني ورسمي. تم منع يعني تهريب هذا السكراب من كل الأماكن، وإلا من خلال ضوابط دقيقة ومن خلال كتب صادرة من مركز العمليات الوطني، ويصدر خصوصا بتوقيع وزير الصناعة ليكون إعادة للتنظيم والهيكلة بشكل سليم للاستفادة من السكراب العراقي في مصانع العراق الحكومية والأهلية. دولة رئيس الوزراء كان داعم كبير جدا لهذا الملف، ويعني سعينا بشكل كبير جدا، وحاليا احنا نعد خطة حقيقية لإمكانية الاستفادة من هذا السكراب بشكل سليم ودون أي مشاكل، وللفائدة العامة لكل القطاعات والشركات والمعامل العاملة في هذا المجال بالعراق. مرض إنفلونزا الطيور عاد ليضرب بقوة في العراق بعدما تسببت بإصابة نحو 60,000 طير في حقلين للدواجن بقضاء سامرة، الأمر الذي أرجعه المختصون إلى عملية تهريب الدواجن عبر الحدود وعدم خضوعها لمعايير السلامة البيطرية. وزارة الزراعة تعلن نفوق عشرات الآلاف من الدواجن في حقلين بقضاء سامراء جنوبية محافظة صلاح الدين بعد أن أثبتت الفحوصات المختبرية إصابتها بإنفلونزا الطيور، إذ تم عزل المنطقة صحيا لمنع انتشار هذا الوباء إلى أماكن أخرى. إجراءاتنا هو عملية العزل المكان المصاب وإتلاف كل الطيور الموجودة ضمن هذه المنطقة المصابة، وبالفعل قامت عمليات الإتلاف الكامل، حدود 60,000 طير تم إتلافها مع تنظيف القاعات وتعقيمها،
وعزل لمسافة 3 كيلومتر عن المناطق الأخرى. فيما أرجع مربو الدواجن حالات الإصابة المكتشفة تلك إلى عمليات التهريب التي تدخل من خلالها دواجن وطيور مصابة غير خاضعة لمعايير السلامة البيطرية من دول الجوار، مناشدين في الوقت ذاته الجهات المختصة بدعمهم من خلال توفير بيئة آمنة تحمي استثماراتهم. الحدود السورية مفتوحة، دي يدخل منها دجاج، ودجاج هو هذا الدي يهلك هسه بسامرة، وتركيا كذلك حكومة الإقليم تنطي جايز بدون فحص يدخل الدجاج، مو ما ملقح الدجاج الدي ينفق، لو ملقح هذا 21 لقاح أقسم لكم بالله ما بي ولا دجاجة تهلك. فعلى الدولة أن تدعم قطاع الدواجن باللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية. اللقاحات اللي نستخدمها من عمر يوم لحد ما تجهز هذه الفرخة لكي تصبح دجاجة كاملة متطورة ماخذة كامل المناعة من اللقاحات، تبدأ من عمر يوم لحد عمر 120 يوم، يعني يحسب حساب 21 لقاح تأخذ هذه الفرخة لكي تجهز كاملة من ناحية الصحة. وتؤكد المصادر الرسمية أن الهلاكات التي أصابت الدواجن وقعت في حقلين اثنين في محافظة صلاح الدين وتحديدا في قضاء سامراء، ولم تنتقل إلى أي مكان آخر، ما يبعث برسالة طمأنينة على صحة وسلامة المواطنين. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد. بهدف الاستفادة من محصولي الحنطة والشعير بإنتاج الطحين، تسعى وزارة التجارة لإعادة الاعتماد على المحاصيل المحلية لمعالجة مشكلة الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة بالإضافة إلى الوقت، فيما طالب أصحاب المطاحن والمصانع بتفعيل القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الدولة. توجه وزارة التجارة للاستفادة من المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير وجعلها ضمن مفردات البطاقة التموينية وفي السوق المحلية، ولا سيما استخلاص مادة الشعير كأحد أهم تلك المواد التي يستفاد منها، يأتي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. إنتاج الطحين اللي يتم استخلاصه منين؟ من الشعير، موجود في كل العالم باستثناء العراق. العراق حاليا يستورده من دول الجوار، تنشيط القطاع الخاص. محصول الشعير مهدد انه عدم الزراعه والانقراض، لان الحكومه اذا استلمت هذا المحصول ماكو ابواب تستفاد من عنده، فقط للثروه الحيوانيه. اصحاب المطاحن والصناعيون قالوا ان هذا التوجه يجب ان يقابله دعم وتشجيع للقطاع الخاص الصناعي، وليس غريبا أن معامل تصنيع الحبوب بإمكانها سد احتياجات البلاد وتوفير العملة الصعبة. الطحين مادة أساسية موجودة بكل بيت عراقي، يعني إضافة هذا أكو يعني الطحين الشعير من راح ينضاف إلى الطحين، هذا راح يكون توفير للمواطن. اليوم العراقي يستورد الطحين، يعني ما ممكن أكو دول مجاورة أو أي دولة بالعالم تستورد الطحين، سواء كان الشعير أو الطحين الصفر أو طحين الخباز. اليوم العراق حسب ما تقول وزارة التخطيط أو وزارة التجارة يستورد العراق أكثر من 3,650,000 أو 3,800,000 طن طحين. تشجع العراقي على أن يتحول من تاجر إلى صناعي، عمود على أثرها من الممكن أنا بأنه أستهدفه وأخليه بأنه هو يفتح مصنع، يشغل له يد عاملة، يسحب البطالة من السوق اللي موجودة، نستعيض عن المنتج المستورد، ونقدر إحنا نلبي منتج جيد بجودة جدا عالية بمواصفات جدا مرموقة اللي يتعامل بها تقييم السيطرة النوعية العراقية. وتنشط في الآونة الأخيرة بوادر صناعية لمنتجات الزيوت والسكر وغيرهما، إذ أثبت القائمون على تلك الصناعات توفيرها محليا لسد احتياجات السوق العراقية. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. تتواصل الجهات الحكومية لإكمال مشروع قناة الجيش بعد توقف دام سنوات، رغم أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع في جانب الرصافة. وزارة الموارد المائية بالتعاون مع هيئة الحشد أكملت نحو 60% من عمليات التنظيف، تنظيف المخلفات المتراكمة في قناة الجيش من أجل تسهيل إكمال هذا المشروع. آليات وملكة الوزارة المختلفة باشرت العمل بحسب توجيهات الحكومة العراقية في المشاريع التي كانت متوقفة منذ أعوام. وزارة الموارد المائية وهيئة الحشد الشعبي وغيرهما أكملتا 60% من أعمالهما في قناة الجيش بما يتعلق بتنظيفها من المخلفات المتراكمة.
حيث من المؤمل أن تكون متنفسا مهما للعاصمة بغداد. وزارة الموارد المائية أخذت أيضا جزء كبير من هذا المشروع أعمال التطهير، أكثر من 60% من طول هذه القناة الوزارة أنجزتها، بالإضافة إلى هناك أعمال التبطين الذي متضرر المتروك سابقا، وأيضا وجهنا الدوائر الوزارة بتجهيز الزميج لغرض إطفاء جمالية أخرى على هذا الموقع. بلد يمر بضائقة مالية، لابد من تكاتف الجهود. الحمد لله الجزء الأول 10 كيلومترات الأولى كانت بعهدة الحج الشعبي، أنجزنا الجزء الأكبر من عندها ولم يبقى إلا القليل. الجزء الثاني هو بعهدة أخوتنا في وزارة النفط، كل إحنا الآن متعاونين. جهود قد تفقد أهميتها ما لم تنهي أمانة بغداد مسألة تصريف المياه الثقيلة في القناة التي تسبب أضرارا بيئية وخدمية في ظل الإمكانات المحدودة للمؤسسات الحكومية ونقص الأموال التي قد تعوض في حال إشراك القطاع الخاص بهذه الجهود لإكمال المشاريع بحسب وصفهم. نعاني من عندها حاليا هي وجود المياه الآسنة المستمرة التي ترمى داخل القناة. لحد الآن احنا بهذا اليوم صباحا أثرنا على عدة أنابيب ترمى بها منها المياه الآسنة من المجاري من مناطق المجاورة للقناة، وهذا يؤدي إلى إعاقة العمل. ضروري إشراك القطاع الخاص مع جهد الدولة للحصول على نتائج اقتصادية وبيئية وتوفير أموال أيضا وتشغيل أيدي العاملة. ضروري جدا تحريك جميع المشاريع المتوقفة والمتلكة حاليا منها قناة الجيش. رغم صرف الأموال الكبيرة لكنها لم ترى النور، مشاريع استراتيجية كبيرة ومهمة كانت في حال اكتمالها ستضفي ألقا وجمالية على العاصمة بغداد وأهلها. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد. وفي ملفاتنا الدولية، أفادت مصادر صحفية بأن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب سيغادر العاصمة واشنطن صباح الأربعاء المقبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. المصادر أشارت إلى أن ترامب يرفض الالتزام بالتقاليد والمشاركة في احتفالية انتقال السلطة، مبينا أن ترامب سيقيم حفل مغادرة خاصة به بقاعدة أندروز الجوية العسكرية المشتركة الأمريكية في ولاية ميريلاند. جدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحذيره وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة في جميع عواصم الولايات. المكتب أكد أن الاحتجاجات سيؤججها أنصار ترامب خلال الأيام المقبلة وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الحالي. وذكر المكتب أيضا أن الولايات المتحدة التي أو أن الولايات التي قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن هي ميشيغان وفيرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن، فيما أغلقت السلطات مبنى الكونغرس اعتبارا من يوم أمس وحتى لحظة التنصيب. وعن تطورات الأوضاع في العاصمة الأمريكية واشنطن تنضم إلينا من هناك المراسلة زينة إبراهيم. أهلا بك زينة. بداية زينة، أين وصلت الاستعدادات التي تتخذها السلطات الأمريكية بالتزامن مع قرب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن؟ علي، الاستعدادات تزداد كثافة على مدار الساعة. أنا أقف الآن أمام مبنى الكونغرس الأمريكي في الأحرى بالجانب الغربي للكونغرس الأمريكي، وكما تشاهد خلفي هنالك مدرعات وسيارات عسكرية قطعت معظم الشوارع. عانينا كثيرا رغم امتلاكنا هوية الصحافة للوصول إلى هذه النقطة. هنالك اليوم ارتفع عدد الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى 25,000 منتشرين في أنحاء العاصمة. كانوا قبل يومين 20,000، 5,000 إضافية من الحرس الوطني. تم إلقاء القبض على تقريبا من ساعة وساعة ونصف من الآن على شخص كان يمتلك أسلحة ما يقارب 500 طلقة، يعني وجدوا 500 طلقة في سيارته، واستخدم هوية تسمح بالدخول إلى يوم التنصيب، هوية مزورة. فرفع في الحقيقة من حالة التأهب هنا في واشنطن كل الشوارع، المترو الأنفاق، المداخل، جميع المحال
اغلقت كانها في يعني كاننا ساحه حرب. علي الوضع مربك وهنالك مخاوف، اهل الكثير من سكان العاصمه الامريكيه واشنطن يضطرون الى المغادره والقيام في ولايات اخرى لانه حتى لا يمكن ان يتركوا طيب سياراتهم. زينه بحسب المعلومات المتوفره لديك والان الصوره تتحدث قطعات عسكريه مختلفه منتشره في واشنطن، ما هي احتماليه ان تكون هناك موجه حقيقيه من انصار ترامب والنزول إلى الشارع مرة أخرى في موعد تنصيب جو بايدن؟ يعني ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI أن هنالك فعلا الكثير من الدردشة، ممكن أن نقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هنالك الكثير من مؤيدي رئيس دونالد ترامب قد يأتوا فعلا للتظاهر هنا وبشكل مسلح. هذه المخاوف، يعني المثال الذي ضربته منذ قليل عن وجود شخص يمتلك 500 رصاصة حاول الدخول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وادعى بأنه ضمن الحضور في يوم التنصيب، هذا يخيف الكثير من الأمريكيين. مع هذا كله علي، أنا أعتقد أن هنالك في الحقيقة مبالغة في هذه الإجراءات الأمنية الغير مسبوقة لم تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن بشكل سابق نهائيا. أعتقد هنالك مبالغة والهدف معدها ردع الكثير من المواطنين للقدوم إلى العاصمة. كما تعلم أن يوم التنصيب في الحقيقة استقبل عام 2008 يوم تنصيب الرئيس السابق باراك أوباما 2 مليون أمريكي جاءوا إلى هنا للاحتفال بهذا اليوم، لكن هنالك يعني دعوة من عمدة المدينة إلى عدم قدوم الأمريكيين إلى العاصمة واشنطن. طيب زينة كما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، هناك عدة ولايات دخلت ضمن إطار التجديد الأمني، هي ميشيغان، فيرجينيا، ويسكونسن، بنسلفانيا. هذه الولايات ماذا تمثل لأنصار ترامب؟ هل تعتبر هذه الولايات هي المكان الأكثر فعالية لأنصار ترامب؟ الولايات التي ذكرت، خلت نبدأ عن ولاية بنسلفانيا. علي إذا تذكر أنا وأنت ناقشنا أهمية هذه الولاية في الانتخابات وكانت هي الشعرة التي قصب ظهر البعير، هي التي أدت إلى خسارة رئيس دونالد ترامب في الانتخابات هذه الانتخابات عام 2020. فبالتالي هنالك تشكيك من مؤيدي رئيس دونالد ترامب بنزاهة الانتخابات في هذه الولاية 20 مقعد في المجمع الانتخابي، كما أنه الحال في ولاية ميشيغان أيضا هي من الولايات المتأرجحة ولديها 18 على ما أعتقد 18 صوتة في المجمع الانتخابي، وهنالك تشكيك من رئيس دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات في هذه الولاية تحديدا. فلذلك معظم الولايات المتأرجحة هنالك حالة تأهب كبير فيها ومخاوف. يوم غد يوم الأحد هنالك العديد من المظاهرات، طلبوا مؤيدي رئيس دونالد ترامب ترخيص بالتظاهر أمام مباني في الولايات الخمسين وتحديدا في الولايات المتأرجحة، وأيضا هنا في واشنطن سيكون هنالك أيضا مظاهرات يوم غد لمؤيدي رئيس دونالد ترامب. لكن مؤيدي رئيس دونالد ترامب البعض منهم يعتقد أن الانتخابات سرقت، يعني يجب أن نوضح هذه النقطة، ليس جميعهم، البعض منهم يعتقد أن الانتخابات قد سرقت وبالتالي فيخولوا لأنفسهم استخدام السلاح والعنف. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي مباشرة من واشنطن زينة إبراهيم، شكرا لك زينة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيادة العقوبات على قطاع المعادن الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية. وأوضح بومبيو أن العقوبات تشمل منظمات الصناعات البحرية والجوية والطيران الإيرانية لمشاركتها في أنشطة تسهم في تصنيع معدات عسكرية فتاكة للجيش والحرس الثوري الإيرانيين. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية بعيدة المدى في المحيط الهندي في إطار المناورات العسكرية الجارية. قائد الحرس الثوري حسين سلامي ذكر أن أحد أهم أهداف سياسة بلاده الدفاعية تتمثل في استخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى ضد السفن الحربية المعادية بما فيها حاملات الطائرات والبوارج البحرية. وفي تطور لاحق، أعلن قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة تشكيل قوة عسكرية جديدة. وأوضح زادة أن هذه القوة دمج بين القدرات الصاروخية من جهة وبين الطائرات المسيرة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي من جهة أخرى.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة ونشر مزيد من القوات في الخليج. أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير